أهم الأشياء عندنا أننا لابد نجتمع، اجتماع المسلمين، اجتماع الكلمة، لابد نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم، نجتمع على السنة، نجتمع على العبادة. نجتمع في كل يوم 5 مرات في الصلوات المفروضة اجتماع. نجتمع في كل جمعة. 또한 매 주말 때마다 금요일 날 합동 예배 때마다 우리가 모여서 형제를 나누고 따뜻한 마음을 나누는 거. 근데 그 이런 것이 무엇보다도 중요합니다. لابد أن نتشاور، نتكلم في المسلمين كيف يعني نكون أمة واحدة، يد واحدة، الضعيف المريض نسأل عنه. نعم. 그 무슬림 무슬림이 모였을 때 서로간에 따뜻한 정을 나누고 형제를 나누고 어떻게 살고 있는지 또는 어려움에 처한 사람은 없는지 그런 사람을 도와주는 방법은 뭔지 이런 것부터 우리가 차근차근 실천해.